طويلة، ممكن يكون لقاء كان تم في مناسبة رسمية لمدة 5 دقائق 10 دقائق، إنما أن تجلس مع رئيس الدولة لمدة 6 ساعات ونص بيدي لك كل أسرار الحقبة الماضية والحالية ووجهة نظره المستقبلية أيضا في التعامل مع الواقع. فقال في النهاية طب أنا حتى الآن مش عارف أفهم بيهاجموني على إيه من اللي أنا عملته. أنا في النهاية كل اللي أنا عملته بالنسبة لإسرائيل إن أنا خدت أرض منهم بالكامل، وده حقي، ولكن في النهاية هم خدوا مني إيه؟ شوية ورق. إيه الالتزام اللي من جانبي تجاه إسرائيل أقدر أقول إن أنا خسرته؟ ولا شيء، أرض كلها تحت سيطرتي، خدتها بدون تكملة الأرض، خدتها بلا حرب. أنا حاربت وخدت الجزء الأولاني بالحرب وده اللي حرك القضية، بس بقية الأرض كلها خدتها بسلام، ما فيش شبر واحد نقص من أرضي. وحكى إصرار مناحم بيجن على إن هو أو إسرائيل دايما طبيعة اليهود كده، يعني عايز يسيب له يعني رجل كده في المكان عشان يكون له تواجد، يعني زريعة. فكان مزرعة ياميت دي كانت إسرائيل عملتها في منطقة العريش، وكانت بتتباهى بها انها صحراويه قاحله عملت مزرعه بتنتج فيها يعني اجود انواع الفواكه والخضار وخلافه وكلام ده، بيتم ريها بالتنقيط، وكانت لسه تكنولوجيا حديثه. موضوع التنقيط ده كان حاجه جديده، لسه جديده تماما. تمام. فطلب مناحم بيه ده 3 حاجات: الجزء الاولاني مزرعه يميت، ثم منطقه طابه لأن دي من وجهة نظر إسرائيل حقنا، وشرم الشيخ أصل إحنا عملنا فيها كذا كذا. قال له ولا شبر. قال له ده إحنا مزرعة يميت صرفنا عليها كذا. قال له احرقوها واحرتوها قبل ما تمشوا. ففعلا مناحم بيجر خد هذه الجملة، وللأسف قاموا بحرق هذه المزرعة، وأنا زرتها بقى. طب مع الأفواج كمل لي تفاصيل المزرعة بس نشوف جملة للفريق السيسي. السادة الحضور، السادة الحضور الكرام، شعب مصر العظيم، اسمحوا لي أن أتوجه إليكم جميعاً بالتحية والتقدير. كل عام وحضراتكم بخير ومصر بخير. كل عام وحضراتكم بخير ومصر بخير والعرب بخير. والعرب بخير. أنا لو سمحتوا لي عايز أكلمكم على يوم من أيام العرب، 6 أكتوبر يوم من أيام العرب، مش بس يوم لجيش مصر ولا حتى يوم المصريين، ده يوم لينا جميعا، يوم كرامة لكل العرب، جيش مصر والمصريين وأشقائنا العرب. خليني أكلمكم في شباب كتير ما عاش اليوم ده. كان لينا قبل 67 حلم للمصريين ان هم ياخدوا مكانهم ويكتبوا تاريخ جميل، لكن الحلم ده اتكسر سنة 67، وعاش المصريين ومن وراهم العرب آلام كبيرة قوي. اللي يعرفها اللي عاشها، اللي يعرفها اللي دقها. وانا بحاول افكر نفسي وافكركم عشان نستلهم من الآلام الدروس والعبر.
الدروس والعبر حتى لا يتكرر أو لا تتكرر الآلام مرة تانية. في ناس كتير بيقولوا إيه العلاقة الغريبة اللي بين جيش مصر وشعب مصر؟ مش كده؟ العلاقة دي مش غريبة ولا حاجة. أنا عايز أقول لكم بعد الهزيمة سنة 67 الشعب المصري ده لم يتخلى أبداً عن جيشه، ولا أبداً أبداً فكر يكسر خاطر جيشه. ومش بس كده، قعد 7 سنين تقريباً يحرم نفسه من كل حاجة، وكان عايش بالطابور عشان يوفر للجيش. تفتكروا العلاقة دي حد ممكن يعني يدخل فيها، يدخل بينها يعني بيننا وبين المصريين؟ انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ صحيح.